بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا المراد بأهل الحق ومعنى الحق والصدق والباطل. ثم بعد ذلك المتن: حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائية. هذا هو المتن. إذن الشارح يبين يشرح ما هو معنى الحقيقة وما هو معنى الشيء، ثم ماذا أراد بالثبوت، كل يشرح. أن أولا يقول: حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء هو هو، كالحيوان الناطق للإنسان، بخلاف مثل الله كي والكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه فإنه من العوارض. حقيقة الشيء وماهيته. فإذا ذكر في المتن الحقيقة مصنف عمر النسفي رحمه الله قال: حقائق الأشياء ثابتة، لم يذكر الماهية. ومع ذلك لما الشارح جمع الشارح الماهية مع الحقيقة، لماذا؟ لبيان أنهما بمعنى واحد وليس بينهما فرق. هكذا ذكر عصام الدين في حاشيته: جمع الحقيقة مع الماهية في مقام تفسير الحقيقة. هذا مقام تفسير الحقيقة، ليس مقام تفسير الماهية. فإذن هذا الجمع لماذا؟ لعدم الفرق بينهما. تنبيها على أن الأظهر إطلاق الحقيقة بمعنى الماهية وعدم الفرق بينهما، وأن الفرق بينهما أقل كما يدل عليه قوله: وقد يقال. نعم، لإفادة هذا، لكنه خلاف ما هو المشهور. هذا الفرق خلاف المشهور، لا يعني هذا هذا التنبيه، يعني الله ظهر أنه ليس بينهما فرق بل هما بمعنى واحد والفرق أقل. هذا خلاف المشهور مما ذكره صاحب التجريد. هكذا على كل حال الإمام الطبرسي يذكر أنه ليس بينهما فرق والفرق أقل. ثم يعني هذا بيان معنى الماهية لنفس المظنة كما ذكرنا في بيان معنى الصدق عند مقام بيان معنى الحق. هناك هكذا يعني مظنة الترادف وعدم الفرق كذلك. فإذا نفس المظنة يوجد هنا، إذا حقيقة يطلق معها الماهية كثيرا. فإذا السامع يظنه مترادفا، يظنهما مترادفا وعدم الفرق. فإذا الشارح بين أنه ليس بينهما فرق والفرق أقل. ثم ما هو الحقيقة وما هو الماهية؟ ما به الشيء هو هو. ما به الشيء، كلمة ما موصولة، ينبغي أن تكون هي معرفة، لأجل ذلك ينبغي أن يكون معناه معرفة. فإذا ما يعني جزء، حقيقة الشيء هو جزء الشيء. الشيء ذكر المثال له الإنسان، فإذا حقيقة الإنسان، ماهية الإنسان، هكذا. أو ماهية يعني الشجر أو الحجر هكذا، أو الماء هكذا. شيء يمكن أن يفرض أي شيء من الموجودات. ثم ما يعني جزء به، أي بسبب هذا الشيء، هذا الجزء به، يعني بسببه لأجله الشيء هو هو.
الشيء أي شيء؟ الشيء يراد به الشيء الذي سبق في قوله حقيقة الشيء. فإذن قدرنا هناك مثالا الإنسان، حقيقة الإنسان وماهيته ما جزء بذلك الجزء الإنسان هو هو، ضميران يرجعان هو هو، كلا الضميرين يرجعان إلى الشيء. فإذن هكذا يمكن فرضه، حقيقة الإنسان وماهيته جزء بسبب هذا الجزء ولأجل هذا الجزء الإنسان الإنسان الإنسان، هكذا إنسان ثلاث مرات، الإنسان هو هو يعني الإنسان الإنسان والإنسان. إذن هو هو ضميران مبتدا وخبر، جملة هذه الجملة خبر الشيء، الشيء مبتدا ثم هو هو ضميران يرجعان إلى الشيء، فإذن هذا مبتدا وخبر. نعم. ثم به الشيء هو هو تمامه موصول صلة الموصول، العائد موجود في قوله به، هكذا تركيبه. إذن به الشيء هو هو معناه به الشيء صار الشيء شيئا، هكذا هناك يقدر الصيرورة. لماذا صار هذا الشيء هذا الشيء؟ لماذا صار الإنسان إنسانا؟ بسبب هذا الجزء، لو لم يكن هذا الجزء لما صار الإنسان إنسانا، فهذا الجزء هو حقيقة الإنسان وماهيته. ثم هناك قدر الظرف، قدم الظرف ما فائدته، ويقول هذا تقديم الظرف لأجل الحصر، يعني به ليس بشيء آخر، هكذا يقدر بسبب هذا الشيء ليس بأمر آخر. ثم الضميران يرجعان إلى الشيء كما ذكر أحمد الخيالي، وبه يظهر أن الضميرين للشيء. كالحيوان الناطق، ثم مثال الحيوان الناطق، يعني هذا جزون إنسان، يعني مجموع أجزاء كثيرة، هذا إنسان فيه يعني الحيوانية والنطقية، كذلك هو ماش ضاحك كاتب هكذا متكلم، هكذا كثير من الأمور من الأجزاء من الأوصاف، لكن يعتبر هنا الحيوانية والنطقية. إذن لو لم يكن الحيوانية لا يصير الإنسان إنسان، كذلك لو لم يكن النطقية لا يكون الإنسان إنسان. ما معنى النطق؟ النطق يعني هذا ليس نطق اللسان بل هذا نطق العقل، يعني هذا العقل المراد به العقل، نظره وفكره هذا. فهذا الذي يختلف الإنسان في أجله مع سائر الحيوانات. الحيوان يعني مثلا هذا بقر أو إبل، لو رأى ماء ويعلم هذا ماء، لو رأى طعامه يعلم هذا طعامه هو يأكل، ثم لو يعني رأى شيئا مما يؤذيه هو يفر منه، أو يعني عندما يتعب ماذا يفعل؟ هو يستريح في مكان، فإذا هو يختار يعني مكان الاستراحة مكانا مناسبا هكذا عنده. وهذا كل وهذه ليست إدراكات عقلية بل هذه يعني شعورات عقلية فقط، لا شعورات عقلية لا يقال عقل، هذه شعورات. الشعور يكون لكل إنسان، هو يحس البرودة والحرارة كل شيء. نعم. هذا يعني مما يدرك بالحواس، وكذلك أما يمكن يعني عند الفلاسفة هذا أمر يدرك به يعني بالقوة الواهمة، أما العقل ليس كذلك. العقل يعني ترتيب الأمور، عمل العقل يعني النظر في الكليات،
ترتيب أمور معلومة ليتوصل بلا بها إلى أمور مجهولة معلوم يرتبها. فإذا مثلا هكذا قضايا منطقية لا أعلم حادث ولا وكل حادث لا أعلم متغير وكل متغير حادث ولا فلا أعلم حادث هكذا ترتيباتنا. وهذا هو عمل العقل، هذا لا يكون لحيوان غير إنسان. الحيوان والناطق للإنسان بخلاف مثل اللاحك والكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه، فإنه من العوارض. يعني لو لم يكن لإنسان قوة اللحك فتصور الإنسان، كذلك قوة الكتابة أو قوة المشي أو قوة البطش لو لم يكن الإنسان يكون الإنسان. نعم، هذا يقال عوارض، يعني أجزاء عوارض ليست أجزاء حقيقية. نعم، هذه أجزاء تعرض للحقائق. ثم في حل هذه العبارة احتمالات للشراح أصحاب الحواشي، يعني ماهيته ما به الشيء هو هو، كلا الضمير كلاهما يرجعان إلى الشيء أو أحدهما إلى الشيء والآخر إلى ما، يعني الموصولة هكذا. أنا ذكرت واحد وفي هذا البيان ليس أي خفاء بل هذا البيان واضح. ثم وقد يقال إن ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه حقيقة وباعتبار تشخصه هوية، وما قطع النظر من ذلك ماهية. وقد يقال يعني فيما مضى الحقيقة والماهية واحد، فهذا يقال يعني بالفرق بينهما، لكن هذا الفرق نادر كما أشار إليه بقوله قد. وقد يقال يعني في الفرق بين الحقيقة والماهية ماذا يقال؟ أن ما به الشيء هو هو، يعني هذا حقيقة الشيء وماهيته يصدقان على ما على الحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان. فإذا ما صدقا كلاهما واحد، يصدقان على واحد، لكن هناك اختلاف بالاعتبار، باعتبار تحققه يعني ثبوته في الخارج، تحقق يعني ثبوت وجود في الخارج حقيقة، وباعتبار تشخصه هوية. ما هو هوية الإنسان يعني الحيوان الناطق؟ هو هذا الحيوانية والنطقية هما يتشخصان، تشخصان يعني في شخص، يعني زيد شخص، ماذا يوجد في الشخص في زيد؟ الإنسانية، يعني هذا إنسانية كلية، لكن هذه تشخصت كشخص بمشخصات زيد، بصورة جسمية، بصورة نوعية، بصورة شخصية، وهكذا. إذا يقال هوية، وإذا هوية الإنسان إذا حيوان ناطق، وما قطع النظر عن ذلك ماهية. فإذا ماهية أعم، أما يعني أعم من اعتبار تشخصه وأعم من اعتبار تحققه. نعم، ثم حقائق الأشياء، ما معنى الشيء؟ الشيء عندنا الموجود، المعدوم ليس شيئا عندنا، عندنا يعني هنا خلاف مع أهل مع المعتزلة. عسام الدين يقول يريد بضمير المتكلم مع الغير يعني الأشاعرة، إذ البصرية والجاهل من المعتزلة قال هو المعلوم. المعلوم سواء كان موجودا أو غير موجود، المعلوم يعني شيء يمكن أن يكون معلوما، هذا هو الشيء، وهكذا قال. لذلك عندنا معناه يعني أهل السنة الأشاعرة، شاعرة يعني شاملة للماتريدية كما بينا سابقا. الموجود والثبوت، ثم قال ثابتة، ما معنى الثبوت؟ والثبوت والتحقق والوجود والكون والفعل مترادفة، معناها بديهي التصوري، معناها بديهي. نعم، لأجل ذلك معناها بديهي التصور. لماذا قال هكذا؟ حسام الدين يقول رد صريحا على من قال معناها نظري، بعضهم قال
معنى الوجودي الثبوتي التحققي الكوني معناها نظري لكن رد الشارح عليهم ردا صريحا بقوله معناها بديهي التصوري وكذلك قال آخر وعلى من قال معناها ممتنع التصوري بعض قال هكذا معنى الوجود والثبوت والكون والتحقق معناها ممتنع التصوري هكذا ذكر بعض وبعض آخر قال وعلى من قال كونه بديهي التصوري نظري بديهي التصور نظري إشارة إلى ما حيث لم يستدل على الدعوة بداهة التصور واقتصر على الدعوة كما يفعل في البديهيات أولا يعني رد صريح على هذين القائلين ثم رد إشارة هذا أمر نظري مع ذلك بديهي التصور هكذا قال بعض ثم بعد ذلك لم يستدل يعني من جانب هو بديهي من جانب آخر هو نظري معناه مع كونه بديهي يحتاج إلى دليل إلى نظر إلى تصور في التصور يحتاج إلى نظر هكذا قال فإذا هو رد عليه بالإشارة كيف رد عليهم بالإشارة يعني لم يأتي بمستند لم يأتي بدليل بل ترك بقوله بديهي التصور كما يترك القول بالبديهيات نعم فإذا هذا معناها بديهي عندئذ أضاف الشارح مترادفات للثبوت ثم فإن قيل فالحكم بثبوت حقائق الأشياء يكون لغوا يعني هنا يعترض ما هو إذا ذكر حقائق الأشياء ثابتة ما معنى الشيء الموجود فإذا يصير معنى العبارة حقائق الموجودات موجودة ثابت معناه موجود هكذا يرجع المعنى يعني حقائق الموجودات موجودة أو يعني الشيء الموجود يعني الثابت أو المتحقق أو الكائن كل هذا بمعنى واحد إذن إما يقدر هكذا حقائق الموجودات موجودات أو حقائق الثابتات ثابتات أو حقائق الكائنات كائنة أو حقائق المتحققات متحققة هكذا يمكن التعبير عن هذه القضية بهذه العبارات المختلفة لكن هنا اتحد الموضوع والمحمول ينبغي التغاير بين الموضوع والمحمول في القضية لكن هنا اتحاد فإذا كيف يفيد هذا اللغو هكذا اعتراض يجيب عنه فإن قيل فالحكم بثبوت حقائق الأشياء يكون لغوا بمنزلة قولنا الأمور ثابتة ثابتة الأمور ثابتة ثابتة وهذا لغو كذلك هذا أيضا قلنا فإذا يجيب المراد ما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس والسماء والأرض أمور موجودة في نفس الأمر هذا هو يعني في الاعتبار اختلاف بين الموضوع والمحمول حاصل الجواب بينه عصام الدين في حاشيته قال حاصل الجواب أن المراد بالاتصاف بالعنوان الاتصاف بحسب الاعتقاد يعني حقائق الأشياء أشياء يعني الأشياء في اعتقادنا ثم ثابتة ثابتة يعني موجودة في نفس الأمر هذا هو المعنى ثم أن ما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من الإنسان أن ما نعتقده
ما حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من الإنسان، فذا إنسان ليست حقيقة بل هو الشيء. فإذا هذا من الإنسان والفرس والسماء والأرض، هذه بيان للأشياء، نعتقد حقائق لهذه الأشياء، هي أمور موجودة في نفس الأمر. نعم، كما يقال واجب الوجود موجود. لو قيل هذه القضية هل يشكل عليه أحد؟ لا يشكل عليه أحد، واجب الوجود موجود. لماذا؟ لأن معناه ما نعتقده واجب الوجود موجود في نفس الأمر، أو واجب الوجود في اعتقادنا موجود في نفس الأمر، قضية مفيدة. ثم يقول وهذا الكلام مفيد ربما يحتاج إلى البيان. هذا الكلام يعني واجب الوجود موجود، كذلك ما نعتقده حقائق الأشياء أمور موجودة في نفس الأمر، فإذا هو مفيد. كما يفيد واجب الوجود موجود. نعم، ثم ربما يحتاج إلى البيان أيضا، حقائق الأشياء ثابتة فيه جانبان، هذا مفيد ليس لغوا. ثم فوق الإفادة يحتاج إلى بيان، فهذا احتياج البيان في فهم المعنى دليل الإفادة، وإن لم يفيد لا حاجة إلى البيان ولا يفيد البيان، لكن هنا ليس كذلك. نعم، إذن ذكر هنا مثالين، ليس مثل قولك الثابت ثابت ولا مثل قوله أنا أبو النجم وشعري شعري. لماذا؟ عندما رد أجاب عن الإشكال، قال وهذا الكلام مفيد وربما يحتاج إلى البيان. فإذا هنا في هذا القول جانبان، أولا قال كلام مفيد، ثم قال فوق الإفادة يحتاج إلى بيان. فإذا حتى يعني بمنفيين، الثابت ثابت ليس مفيدا نظرا إلى هذا كلام مفيد، قال وليس مثل قولك الثابت ثابت، ثم نظرا إلى قولي ربما يحتاج إلى بيان، ليس مثل أنا أبو النجم وشعري شعري. نعم، هذا كلام مفيد ربما يحتاج إلى البيان. نعم، على ما لا يخفى، يعني ليس مثلهما وهذا ليس بخفي. هذا خيالي قال قوله ولا مثل أبو أنا أبو النجم وشعري وشعري ناظر إلى قوله ربما يحتاج إلى البيان، فإن شعري شعري يحتاج البتة إلى بيان، ربما يحتاج لا، وشعري وشعري يحتاج إلى البيان قطعا، أما هذا كلام يحتاج إلى البيان لكن ربما قليلا، كثير يعني يفهم هذا، ومع ذلك بعض الناس لا يفهمون، فإذا يحتاج إلى البيان. أما قوله قول شاعري وشعري وشعري هو يحتاج إلى البيان قطعا. نعم، ثم وتحقيق ذلك، تحقيق السؤال والجواب، ماذا؟ قد يكون الشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة، شيء واحد له اعتبارات مختلفة، وهنا ما هو الشيء؟ كما ذكر بينا عصام الدين، فحقائق الأشياء لها اعتبار، لها اعتباران، حقائق الأشياء لها اعتباران، أحدهما كونها ماهيات للأمور الثابتة في نفس الأمر، حقائق الأشياء ماهيات أو حقائق للأمور الثابتة في نفس الأمر، وبهذا الاعتبار يلغو الحكم عليها بالثبوت في نفس الأمر. إذن لو قدرنا
في الموضعين يعني في المحمول والموضوع في نفس الأمر. حقائق الأشياء في نفس الأمر ثابتة في نفس الأمر، هذا لا قوة لا خفاء، وهو منشأ السؤال هكذا فهم، لذلك نشأ السؤال. وثانيهما كونها ماهيات الأمور الثابتة في اعتقادنا، يعني حقائق الأشياء في اعتقادنا، وبهذا الاعتبار يفيد الحكم عليها بالثبوت يعني في نفس الأمر، ثابتة في نفس الأمر هذا مفيد. نعم، هذا الذي ذكر الشارح رحمه الله. تحقيق ذلك أن الشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة، قد يكون الحكم عليه بالشيء مفيدا بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات. فإذا هنا الحكم بالثبوت، الحكم بالثبوت في نفس الأمر، وهذا مفيد بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات، يعني حقائق الأشياء في اعتقادنا، هذا هو الاعتبار دون البعض. دون البعض يعني لو قلنا حقائق الأشياء في نفس الأمر ثابتة في نفس الأمر، فإذا الحكم بالثبوت في نفس الأمر باعتبار حقائق الأشياء في نفس الأمر وهو لغون. كالإنسان، ثم يذكر مثال، كالإنسان إذا أخذ من حيث إنه جسم ما كان الحكم عليه بالحيوانية مفيدا. إنسان هو جسم نامي، نعم، بهذا الاعتبار يؤخذ الإنسان ثم يحكم عليه حيوان، الإنسان حيوان، هذا مفيد. الإنسان يعني الجسم النامي الذي يسمى بالإنسان، أو نوع الإنسان من جنس الجسم النامي وهو حيوان، نعم هذا مفيد. وإذا أخذ من حيث إنه حيوان، حيوان ناطق، كان ذلك لغوا، يعني لو أخذ الإنسان باعتبار أنه حيوان ناطق ثم يحكم عليه بكونه حيوان، هذا لغوا. الإنسان الحيوان الناطق حيوان، هذا لغوا. أما الإنسان يعني باعتبار أنه جسم ما لو حكم عليه بالحيوان وهو مفيد، نعم. ثم بعده والعلم بها متحقق إن شاء الله. هذا نقرأ فيما بعد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.